الشي ديالها. يعني الا كليتي الليمون الليمون، ولا كليتي التفاح تفاح، ولا كليتي زعما داك دا زعما المغرب ديالنا راه ما كاينش بحالو البنات. الحمد لله على بلادنا، والحمد لله على الامن والامان. الله يخلي لنا بلادنا، ويخلي لنا ان شاء الله الملك ديالنا، ويخلي لنا دائما في الامن والامان ان شاء الله، ويزيدنا ان شاء الله من خيراته، ويزيدنا من نعيمه، وييسر لنا الامور، وان شاء الله يحيد علينا ربي الغلاء والوباء ان شاء الله، ويبعد علينا كل مكروه على بلادنا وعلى بلاد المسلمين يا ربي. قولوا امين. ربي يسهل عليكم ويفتح فوجهكم ويفتح البيبان ان شاء الله. وقالك لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يعني راه خصنا غير نتقوا الله تبارك وتعالى. علموا وليداتكم القران، علموهم الصلاه، علموهم الدين، باش ربي يفتح عليكم. ما تقطعوش الصله ما بيناتكم وبين الله تبارك وتعالى. ماشي كنقولها لكم غير ليكم، كنقولها حتى لراسي ولوليداتي، كنقول لهم ما تقطعوش الصله ما بينكم وبين الله تبارك وتعالى. كل اللي كندير اللي درتي واستغفري الله تبارك وتعالى، وقولي يا ربي تغفر لي، ما تاديش غير الناس. من ما بينكم وبين الله تبارك وتعالى راه كل شيء زوين، كل شيء غزال، راه ربي غادي يستر لكم الامور ويعطيكم ان شاء الله خير من هذا الشيء اللي كتشوفوا. خير 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 ان شاء الله. الله يسهل عليكم ويسر لكم الامور. قولوا امين يا ربي. ها انتم غير اتجهوا الله تبارك وتعالى، وربي راه عنده كل خير. يعني ربي راه واسع رحمته وعريضه، غير الدعاء كيتستجب بعد شي مرات في البلاصه، ولكن بعد شي مرات بعد حين كيبغي ربي يسمع داك العبد ديالو هو كيدعيه، تيقول يا ربي يا ربي يا ربي قوت يا ربي يا ربي، كيبغي يسمع ديك الله تبارك وتعالى كيسمع ولو بعد حين يستجب لك، ولكن كيبغي يسمعك، كيقول يا ربي يا ربي امين يا ربي امين. ها انتم البنات شوفوا شوفوا شوفوا. امين الحبيبه ديالي، دعيوا معايا ومدعي معاكم، الله يسهل عليكم وييسر لكم الامور. شوفوا شوفوا شنو جبت لكم الزاز، ويا سلام عليك دابا الشطح والرديح والنشاط عاوتاني والتعالق. يا ربي تهديهم، يا ربي تهدي وليداتنا وليدات المسلمين يا ربي. في كل صلاه منين تجيو تكبروا وديروا تقولوا الله اكبر، منين تجيو تكبروا وتقولوا الله اكبر، دعيوا مع وليداتكم، قولي اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيني من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس. ادعي مع وليداتك، وعاد قري الفاتحه، وعاد قري السوره، عاد قري الفاتحه وقد قري السوره. واقرب ما يكون العبد هو ساجد، يعني فاش كتكوني ساجده، واقرب الدعاء المستجاب ما بين الاذان واقامه الصلاه ونهار الجمعه في العشيه من مور العصر. ايوا هذا الشيء اللي كاين، نفيدونا ونفيدوكم، وهذا الشيء اللي كاين. عندي هاد التعليقه هذه اللي كتحمق، كتجي تجي تتحمق، كتجي واو يا سلام، كدير 5500 درهم، 550 ديال الاورو. عندنا كنديروا لهم واحد التأثمينه زوينه باش ناكلوا طريفه الخبز، ولكن هذا راه راس مالكم، هذا راه ماشي كناخذوا حنايا هذا الشيء كله باش كنبيعوا لكم، راه راس مالكم، هذا راه ذهب ديالكم. حنا كناخذوا واحد الربيح، والله يسهل الامور باش نعيشوا وليداتنا، والله يسخر. 9500 درهم هذه 950 ديال الاورو. عندنا هادو ديال الميسيكا اللي كيجيو فنين وكيجيو غزالين، كاين فيهم هاد الفيرموار هذا اللي كيجي فن. عندنا هادو اللي كيجيو ب 12500 درهم، وهذا ب 13000 درهم على حساب الدوره. يا عيوني يا عيوني، تحلاي تحلاي يا الغزاله ديالي العراقيه، لهلا يخطيك العراقيه ديالي. شكرا للناس العراق، شكرا للناس الغزالين، شكرا لدجله والفرات، لهلا يخطيكم العروبه العروبه يا العراق العروبه، لهلا يخطيك حبيبه ديالي، بارك الله فيك، شكرا ليك. من المغرب الحبيب كنحييكم وتنحيي تبارك الله الدول العربيه كامله اللي كيحبونا بزاف بزاف بزاف. انا شفت واحد الحب اللي كيحبونا السعوديين، يعني راه ما نقول لكمش، واخا العيالات ديالهم شويه ما كيبغيوناش بزاف. قالت لي طلعت معايا المراه السيسور، قالت لي جميلات يا بنات المغرب جميلات. قالت لها واحد الفاسيه معايا، قالت لها انتم جميلات، قالت لها لا انتم اجمل، قالت لها والله العلي العظيم، قالت لها انتم جميلات. عطيونا غلبتني الضحكه، دخلت نضحك، قالت لها انتم جميلات، قالت لها لا انتم اجمل، قالت لها بدليل ان رجالنا لما يروحوا المغرب ما يولوا. قالت لها مسكينه هذه مكويه. قلت لها مسكينه هذه راه مكويه مسكينه. قالت لي جوج نوفات عرفتي، وانا نضحك. قلت لها انتما جميلات الحاجه انتما، قالت لي لا الله جميل يحب الجمال. قالت لي حنا نعترف انكم جميلات تبارك الله، حنا الطبله والجريده فينا هي تبارك الله، مالين كازا وسطاتو وسميتو هذوك الدكاليات، هي 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 والعبديات. هذا راه كنضحك كنموت بالضحك،
والله العظيم لقيت لها قالت لها جميلات جميلات يا اهل يا بنات المغرب جميلة، احنا غير فساس ما سخيناش ننزلوا ما سخيناش نتفارقوا. قلت لها الله يا خاطري مسكين ادي مكوية هذه، قالت لها بدليل ان رجالنا لما يروحوا المغرب ما يولوا، قالت لها جوج النوبات وانا مسكينه. قلت لها الله الله هذه مكوية هذه عرفتي كيحماقوا كيحماقوا لا على لباسنا ولا على جلالبنا ولا على حوايجنا ولا تبارك الله ما شاء الله. والوجديات راه ديك الوجديات البياض عاوتاني والرياض ديال الوجديات والهضره في التاويل كي داير عاوتاني بارك عاوتاني الطنجاويات لا نهضروش على الطنجاويات في الفاسيات هاي 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 والبياض انا غير الطوله تبارك الله الطوله حنا هاد الطوله ديالنا وهاد زعما الشكل ديالنا سبحان الله العظيم ما كاينش. حتى الجزائريات كاينين ولكن سبحان الله العظيم والتونسيات حتى هما كاينين حتى هما حاضرين يعني بداك الحوايج ديالهم وهذا، ولكن كتبقى المراه المغربيه سبحان الله العظيم المغرب العربي كله كيتشابه ولكن تنبقاو سبحان الله العظيم عندنا واحد عندنا واحد الطابع ديالنا سبحان الله العظيم عندنا واحد الشكل ديالنا. عرفتي المراه عاوتاني وحق الله العظيم شدتنا في ذاك المول قالت لنا جات عندنا زادت عندنا هنا وبنتي واختي قالت لنا مثيرات مثيرات جميلات قالت لنا غطيو وجوهكم. قلت لها علاش غير غطيو مالنا فتينات؟ قالت لي عرفتي قالت لي الجلالب ديالكم وهذا الشيء راه زعما كيحمق كيحمق. قلت لها الحاجه هذا الشيء اللي عطى الله قلت لها عجبناك؟ قالت لي مثيرات جميلات خبوا خبوا زينتكم لبيوتكم خبوا خبوا. قلت لها اش نخبيو راه حنايا حنا مخبيين راه حنا مخبيين في الجلالب عرفتي زعما ما شاء الله وصافي كنحمقوهم اما السفيفه اما القفاطن اما تبارك الله شحال كيحماقوا على القفاطن شحال كيحماقوا على الدرعيات الدرجال واخا عندهم دوك البويض ديالهم كيحماقوا على ديالنا. ايوا الله يخطيكم يا البنات ما سخيتش بيكم والله ما سخيت بيكم ولكن باقي بنوريكم شي جوج شكيلات ديال لويز وعندي شكيلات يعني راه عندي ما نوريكم. شوفوا 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 باقي تبارك الله هذا الشيء ولكن صافي راني انتم باقين هادو على الشكيلات في ليطاي. عندي هذه ديال لويز هذه التعليقه ديال لويز كتحمق وشويه هري دري شويه د المعاوده عاوتاني لابد تكون انتم شوفوا انتم شوفوا 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 كاين هادو كيحمقوا غزالين البنات. وهادو خلاص نسيت ما وريتكم هادو ديال لويزه هادي اللي باللوينات وهادي اللي هكذايا وحبه كتجي رويميه وهادي اللي بغات شي حاجه عاوتاني تقليديه مخرمه بالشكيل هكا كتجي كتحمق. وحتى ذهبنا ذهبنا في الحقيقه غزال ذهبنا زوين واخا عندهم ال 21 ذهبنا فيه الديزاين فيه الصح سبحان الله واخا عندهم ال 21 وغالي في الثمن. يعني راني وريتكم واحد الفيديو كنت عند مول الذهب راني وريتكم واحد الدم اللي جهزيته راه قال لي 20000 ريال تقريبا الغرام قبل ما يزيد الذهب. ديك الوقيته كنا في المدينه المنوره وتبارك الله ذهبنا ما داك الشيء بوحديته يعني الديزاينات ديالنا وذهبنا بوحديته يعني حنا كيقولوا له الذهب ديال طاليان كيقولوا له الشكلات ديال طاليان. هانتوما شوفوا يعني واخا كيشريو تبارك الله الذهب ديالهم كيبقى تبارك الله الذهب ديالنا كيبقى عنده طابع اخر. هانتوما 7200 درهم هذا 720 ديال الاورو. هانتوما غزالين والله يسهل عليكم يطعمكم ان شاء الله من كل ما تحبوا. هانتوما شوفوا شوفوا كاينه هذه كتجي غزاله وكاينه الصغيره ديالها هذه كاينه هذه وكاينه هذه الصغيره. هانتوما البنات كاينه هذه وكاينه هذه الصغيره كيجي البغاسلي ديالها هاد الحلقات الكبار هادو وهادو الحلقات الصغار. هاكا اختي جبدي لي الحلقات الكبار والحلقات الصغار باش نوريهم الخاتم الكبير والخاتم الصغير الله يسهل امرك. يا بنات يا بنات كلكم حلوات كلكم غزالات كلكم فنات كلكم رائعات ان على المراه المغربيه. يا سلام يا سلام انتم شوفوا الخاتم هذا الخاتم الصغير وهذا الخاتم الكبير يعني راه كاين اختلاف ما بيناتهم. هذا 4500 درهم 450 ديال الاورو هذا الصغير وهذا الكبير يعني كتكون هذه مجبده تبارك الله كبيره وهذه هي صغيره. هادو درافينيتي كيجيو حلوين هذا البغاسلي هذا حتى هو كيجي غزال وكيجي زوين كيدير 10000 درهم ها هو كيدير مليون. والحلقه تبارك الله الكبار هادو راهم الكبار وكاينين هادو الصغارين ها هما وكاينين الكبار انتما شفتو راه فيهم الكبار وفيهم الصغار كيجيو غزالين كتجي الاونسومبل فنه كتحمق الكبار والصغار. والسنيسله دابا كلها كاينه غير الكبيره هانتوما الا بغيتو السنيسله راه كاينه كتجي غزاله حقيقه كتجي كما قالت مبهجه وزوينه رائعه فنه شي حاجه طوب شي حاجه غزاله روعه. بغيت نوريكم هكذا الحلقات خويت مات هانتوما
والحلقات مبهجين وزويونين في الحقيقه روعه، وكاينين اللي طاي فيهم حتى بالنسبه للخوات مرا كاينين حتى الكبار كاينين اللي طاي فيهم وكيجيو غزالين وزوينين وشي حاجه. يا سلام يا سلام يا بنات يا بنات، كلكم حلوات كلكم غزالات. الحلقات هادو راه نوريناهم لكم ديال المسلسل الخاتم 2400 درهم 240 ديال الاورو. هاد البراسليات هادو اللي كيجيو زوينين هكذا، كاين هذا كيجي غزال وزوين 6500 درهم 650 كيجي فيه بحال دو براسلي. هانتوما شوفوا كيفاش داير، كيجي غزيول وزوين ومدوبل. هانتوما اللي كيديو الناس للدفوع، اللي كيديو البنات تبارك الله اللي كيلبسوا داكشي. كاين الغوز هذا الذهب غوز اللي كيبغيو البنات يلبسوا يوميا، هذا راه غير 5.1. هذا بالنسبه لليديدات الصغيورين اللي ما كتلقاش قياسها، راه كاين هذا ثقيل وصحيح وتخبعي فيه فليساتك بنتي، كيدير 11000 درهم مليون و20000 ريال. ومسخينه يا لالا، ومسخينه بكم، مسخينه بالجمعيه، مسخينه يا لالا. كاين هذا البنات اللي بالخاتم ديالو بكلشي ميسيكا، اللي كتبغي شي حاجه كتجيب الفلوس من بعد وكتلبسها وهي مرتاحه وتلبسها وهي مطمئنه، كيجي غزاله. غير الخاتم ديالو كيدير 5100 درهم، لان شي حاجه غزاله وزوينه. وهذا 12800، هادشي كيكون صحيح وغزال اللي ما كيتبوط ما حتى شي حاجه. عندنا عاود حويجات عاديين حويجات رخاص، راهم كاينين اللي بغات حويجات رخاص وعاديين راهم كاينين. كنحاولوا ما امكن داكشي اللي غتلقاو في كل بلاصه، ما كنبغيوش نوريوه، كنوريو شي حاجه اللي ما كايناش ما دايراش اللي الطوب. يا سلام اللي كيشوفها بنادم كيقول واو، هذه 8000 درهم 800 الاورو، راه كاين حتى ديال 6000 درهم هذا. وكاينين خويتمات ديالهم، وكاينين خويتمات اللي كاريين بحال هادو، هما كاريين كيجيو غزالين فنين. عندنا بحال هادو كيجيو كاريين غزالين فنين، شي حاجه الطوب يا سلام، شي حاجه زوينه معتبره. يا سلام يا سلام يا بنات يا بنات، كلكم حلوات كلكم غزالات. ها نتوما كاين هادو اللي فيهم تيفاني، فيهم بولاتين هنا ثلاثه، وكاينين هادو اللي لا هما قياسات، فيهم القياسات كاينين غير كاغي هكا، كارو في وسط كارو بالبراسليات ديالهم كلشي. تابعوني راه في الفيديو كنوريكم وتنقول لكم في الفيديوهات كلشي، وكنشرح بالتفصيل، وكنحاول ما امكن نوريكم كلشي عن قرب. ها نتوما هادو ديال البروج اللي كيجي غزال وكيجي زوين، كيجي معتبر، كيطيح هو ب 8000 درهم 800 الاورو 160000 ريال، كيجيو غزالين وزوينين وشي حاجه. يا سلام يا سلام يا بنات يا بنات. عندي هذا اللي كيجي خطير وغزال، كيجي الشوفه ديالو كتجي كتحمق. عندنا المضمه البنات ديال الذهب اللي كيجيو غزالين فنين ديال المجدول، كيجيو واعرين بزاف بزاف بزاف. ان الطايات الصغار في هادو راه طايات صغار وطايات كبار، بالنسبه للفيس حجره وبالنسبه للفيس بوحدو راه كيديروا 8000 درهم. وفيس حجره والطايات الصغار والطايات الكبار ما تهزوش الهم، لان بالنسبه للفيس والكلو ديك الشراع على الاشكال والقياسات ما